اليوم الثاني للمونديال كان مفعل وضع فقط للرجال، يعني مثلا في المباراة الأولى الإنجليز بقوا رجالة وما لبسوش شرط اللي بالي بالك يعني. صوت نباحك صوت صياحك يضربني. أصلهم أصحاب قضية، والقضية اللي مصدعيننا بيها خافوا عليها من الإنذار. أما بقى لعيبة المنتخب الإيراني رفضوا يرددوا النشيد الوطني، وده اعتراضا على سياسات النظام الحاكم القمعية، وده كان يعتبر آخر موقف ليهم في المباراة. بعيد عنك الإنجليز خلوهم مش نافعين لا فطور ولا طحين. اما بقى لو كنت مصري عزيزي المشاهد فقوم اخطف لك سجدتين شكر انك ما صعدتش كاس العالم مع الكابتن كارلوس كيروش. دي اللي هيجيب لي جلطه، ما حد هيجيب لي جلطه غير ده، لان المباراه دي كانت عجيبه، اطول وقت اضافي في تاريخ المونديال، واسرع حارس يتبدل برضه في تاريخ المونديال، وحاجات كتير هنكتب جنبها في تاريخ المونديال. ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. ايران خلت قطر جنبها البرازيل. انت يا شعر باط. ندخل بقى على المباراة التانية، السنغال عذبوا هولندا بس للأسف خسروا في الآخر. الحج مندي ما تعرفش كان شارب حجرين وطلعهم في الماتش ولا ايه، ما هو الظاهر كده قطر منعت الخمور في المدرجات وصرحت بيها في الملعب ولا ايه. وهيالي يا خيب يالا وهيالي يا خيب انت. لا 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 لا. السنغال كانت تستحق الفوز وأعلنت عن نفسها بقوة، ومسألة صعودها لو كملت بنفس الأداء الرجولي ده هتبقى شبه مضمونة. أما بقى الماتش الأخير النهاردة، ماتش أمريكا ويلز، محدش اهتم يشوفه أصلا. أنا مش عايز وش، مش عايزين وش. أنا شارد دماغ بس برضو جاريس بيل استرجل، ودي حاجة نادرة. لكن المفارقة عزيزي المشاهد ان اللي احرز هدف لامريكا اسمه ويا. الاسم ده ما فكركش بحاجة؟ جورج ويا طبعا، اسطورة الكرة الافريقية. الحقيقة ان ويا بتاع امريكا ده هو ابن اسطورة ليبيريا، صايح ما هو صايح، واللي دلوقتي هو رئيس ليبيريا. بس لو افترضنا ان ليبيريا صعدت كاس العالم وويا بتاع امريكا سجل هدف في ليبيريا، تفتكر موقف رئيس ليبيريا هيبقى ايه ساعتها؟ اتقوا ربنا في بلدكم يا وسخين، اتقوا ربنا في بلدكم يا وسخين.